اليوم نزل معنا تحديث 12.41 ونزل معه اشياء جدا خرافية مثل سكن ترافيس سكوت نزل تسريبه وقديش سعره، ونزل معنا تحديات خاصة فيه انك انت تقدر تاخد ايموت خاص فيه لترافيس سكوت يضل معك مجانا مدى الحياة. فاذا انت اول مرة عندك تشاهد فيديو على القناة يا ريت تشترك تفعل زر الجرس وحط لايك للفيديو وكتب كومنت حلو ليوصل لاكبر عدد من الناس، ولو حابب عندي بكود الايتم شوب اللي هو نيمو 9 بكون مشكورك ومشاهدة ممتعة. مثل ما بنعرف احنا كل التحديثات بتنزل بينزل معها اشياء كتير مثل سكنات واشياء وتغييرات بالماب، بس هذا التحديث كان يعني غير شكل، كان في اشياء كتير جدا غريبة وفي كتير اشياء يعني مو مفهومة او لحد الان ما كنا نعرف شو سببها. اول شيء خلينا نبتدي بهذا الراس الذهبي بملفات اللعبة. هذا الراس الذهبي موجود بملفات اللعبة، رح ينزل معنا بالماب بكذا مكان، رح نخلص فيه مهمة بس لسه هلا رح احكي لكم عن المهمات اللي بعدها. وتاني شيء معنا اللي هي تكملة المنصات، هدول الاشياء مثل مظهر امامكم الصورتين رح يكونوا تكملة للمنصات الموجودين عند سويتي اللي هي رح تتكمل ايام الحفلة اللي احنا رح نحضر فيها حفلة ترافيس سكوت. وتالت شيء معنا اللي هي انه من بداية ما بلشت فورتنايت لهي اللحظة ما نزلوا 6 تحديثات بالسيزون، اما هلا بهذا السيزون رح يكون شيء غريب جدا انه شركة فورتنايت رح تنزل 6 تحديث يلي هو بيكون برقم 12.60 يلي هو رح يكون 6 تحديث بالنسبة للسيزون 2 شابتر 2 يلي هي اول مرة بتصير بحياتها. فجهز لي باقتك لتكون مستعد لهذا التحديث ولتكون مستعد للتحديث السيزون الجديد اللي بعده، فيعني بدنا نحرق باقات كتير. وبالنسبة لهذا اللون تبع الأسلحة اللي احنا نزل معنا بملفات اللعبة سابقا وحكوا عليه انه هنن بدهم يعملوا عليه مسابقة لحتى احنا نربحه، ففورتنايت ربحت والشعب فورتنايت او لاعبين فورتنايت ربحوا هذا اللون. هلا انت بعد التحديث اللي هو حجمه 1.5 جيجا للاكس بوكس وحجمه 1.7 للبلايستيشن 4 و1 جيجا للبي سي و600 ميجا تقريبا للنينتيدو، هذا هو التحديثات كلها. انت بعد ما تعمل التحديثات تفتح اللعبة رح يجيك هذا اللون مجانا لانه شعب فورتنايت ولعبة فورتنايت كسبت التحدي بالنسبة للتحديات تبع اللون. مثل مظهر امامكم تحديات ترافيس سكوت رح تكون متاحة معنا مع الوقت. هن نزلوا ملفات اللعبة التحديات، التحدي الاول لما تخلصوا بدك ترقص بمنطقتين، هدول منطقتين بدك ترقص فيهم 10 ثواني 10 مرات. والتحدي اللي بعده اللي هو بدك تقفز على روز ذهبية اللي احنا حكينا عليها ببداية المقطع، والتحدي الثالث اللي هو بدك تزور الستيج اللي هو بمنطقة الشمال عند سويتي. هدول التحديات الثلاثة، اول تحدي بتاخد منه اللودينج سكرين، التحدي الثاني بتاخد منه سبري، والتحدي الثالث بتاخد منه بانر. ولما انت تخلص هدول 3 تحديات رح يعطوك هذا الايموت الخرافي لترافيس سكوت، رح يضل عندك باللوكر محفوظ للابد. فرح نزلكم فيديو منفصل رح اشرح لكم فيه التحديات بالتفصيل مشان تعرف تحلها. وخليني هلا اعرض لكم بعض الفيديوهات او بعض المقاطع الخاصين بالسكنات اللي فتحوا معنا بهذا التحديث، فشوف انت السكنات وبعض الاشياء اللي تم فتحها ونرجع مع بعض احكي لكم عن بعض الاشياء الثانيه.
مثل ما شفتوا قلنا الاشياء اللي تم فتحها بالتحديث ومعظم الاشياء اللي تم فتحها بالتحديث. خلينا نحكي عن ترافيس سكوت. سكن ترافيس سكوت رح ينزل بستايلين، الستايل الاول اللي هو الجسم العادي الاسود مع التاتو تبعه كامل، والستايل الثاني اللي هو رح يكون نصف آلي ونصف بشري اللي مثل مظاهر امامكم بالصورة، هيك رح يكون الستايل الثاني تبع ترافيس سكوت. وخلينا نحكي كمان عن هذا السكن. هذا السكن اصدقائي مثل ما ملاحظين فوق عند وشه، لو انت قربت الزوم على وشه بتلاقي صورة الخريطة تبع الشابتر الاول. فشو جاب خريطة الشابتر الاول على وشه لهذا السكن؟ الله اعلم، هل ممكن لحنا تلميحات او ممكن يكون هذا من اشخاص فيزيتور اللي نزلوا معنا بايام الشابتر 1 اللي دمروا الخريطة؟ الله اعلم شو شغلته هذا، لحد الان مو معروف 100% شو شغلته. وبالنسبة لهي الصورة اصدقائي تم تسريبها من ملفات اللعبة الخاصة بستيج ترافيس سكوت اللي لحنا رح نحضر فيه الحفلة، اللي هو شبيه بستيج تبع مارشميلو اللي عملوا فيه الحفلة بس ببعض التعديلات وبعض الاشياء. فانا هلا رح ورجيكم مقطع من جوات اللعبة بعد ما تم التعديل على ملفات اللعبة وادخال هذا المجسم بالثريدي على اللعبة. مثل ما شفتوا هذا هو الستيج اللي باللعبة بعد ما تم تعديله وادخاله على اللعبة، هيك رح يكون شكل الستيج اللي احنا رح نحضر فيه ان شاء الله الحفل. هيك التسريبات موجودة جوات ملف اللعبة. وفي كمان شغلة تانية باللودينج سكرين اللي هن اللي حيعطونا اياها، مثل ما ملاحظ امامك انه هي بمنطقة الفارم اللي هي المزرعة لونها اصفر. احنا شفنا هيك شيء مشابه بالايام القديمة انه في شغلة او في منطقة بتصير لونها اصفر، مو معروف ليش وشو السبب. هلا هاي المنطقة يمكن نودعها حاليا بالسيزون الجديد ممكن تروح، لانه اي منطقة هيك بتصفر او بصير فيها اي احداث رح تروح وتختفي وينزل مكانها شيء جديد او اي شيء جديد رح ينزل بهاي المنطقة. هاي المنطقة مثل ما شايفين بالصورة لونها اصفر باين كتير، لو انت عدلت على الوان اللعبة او على الوان الصورة عفوا بتلاحظ انه هاي المنطقة لونها صفرة جدا اللي معلم عليها. فممكن لحنا نودع منطقة المزرعة بالسيزون الجديد اول ما ينزل التحديث. ومثل ما شفتوا هذا السكن نزل له ستايل جديد بالفيديو اللي ورجيتكم اياه، نزل له ستايل جديد اللي هو لونه اخضر فاقع. وهي الحزمة تم تحديث ملفاتها جوات ملفات اللعبة، وهي الحزمة اللافا المفروض تنزل معنا يلي سعرها بيتراوح مالي متذكر بالضبط من $20 لـ$30. حزمة اللافا هي حلوة جدا وظريفة يعني شكلها حلو، فهي رح ترجع معنا ان شاء الله بالايام القادمة مثل مباين بملفات اللعبة. انا هيك بكون حكيت لكم كل شيء عن هذا التحديث وكل شيء نضاف بهذا التحديث. بتمنى يكون عجبك المقطع واستفدت بمعلومة، ولو حاطد عني بكود لقيتني مشوب نيمو 9، وتشترك بالقناة تفعل زر الجرس وتحط لايك تكتب كومنت، وشكرا لكم برعاية الله.